مسؤوله في اتحاد النقابه الموظفين والموظفات اللي حتى هو استجاب للدعوه ديال مركزيه الثلاثه لقيام مسيره شعبيه يشارك فيها كاع الناس عمال طلبه وكل شيء من اجل المطالبه وتحسين ظروفهم. وكنحس ماشي بالاهانه، كنحس بالفكره والدم اللي تشدوا 11 شاب من قلب مسيره عماليه، وهذه سابقه خطيره، وكان من المفروض ان ما يوقع هذا الشيء المغرب يتقلب، ماشي نبقاو نتسناو محاكمات بهذا الشكل ديال كافكا، سته ديال الجلسات وغادي نستدعوا التاجيلات وما اورفضوا حتى الصلاح لذوك الدراري ومنهم اللي مريض. دونك انا من هذا المنبر كنقول هذا الشيء اللي كيوقع راه عار وعيب وحشومه، وان الهيئات والمنظمات وخصوصا النقابات المركزيه اللي دعات لهذه المساله خصها تحمل المسؤوليه التاريخيه في هذا الشيء اللي وقع، وطلب تغوص وكاد شي راه بزاف، وطلب اطلاق سراح المعتقلين 11، وطلب محاسبه الناس اللي تكرفست عليهم وجدتهم واختطفتهم من تحت اي قانون واي عرف في المجتمع الانساني. شكرا.